السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم من قناة أبو محمود الصهاجي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة العرض يا جماعة بالتاريخ الموافق 14/1/2024 الموافق يوم لحد، عندنا عرض الحلو ده يا جماعة، عرض يناسب كل إخواتنا وحبايبنا، عرض والله نعجة ما شاء الله، نعجة دي بسم الله ما شاء الله يا جماعة. النعجة دي يا جماعة قافلة على الأول، سميها عرباوي جمعاوي بلدي زي ما أنت عاوز تسميها سميها. السن قافلة على الأول يا جماعة، السن قافلة على الأول، ما فيش درس ما فيش خراج ما فيش أي حاجة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله بما يرضي الله يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. وراها ايه يا ابو محمود دي؟ وراها ذكر وانتايا، وراها ذكر وانتايا. ما تنساش انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وحفرج كل شيء بما يرضي الله، كل شيء بما يرضي الله تعالى. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتم شايفين حضراتكم، حوري لك دلوقتي السن يا جماعة، هذا السن. هذا السن يا جماعة قافل على الأول، سن نظيف بسم الله ما شاء الله، في الأكل حاجة نظيفة بسم الله ما شاء الله. عليها ضر النعجة دي، الله أكبر عليها، الله أكبر عليها. وصاحبها قال يا جماعة فيها إطلوق، فيها إطلوق من حوالي 15 يوم يعني، بس طبعا ايه يا بختك رزقك انت ونصيبك. شايفين الضرة يا جماعة؟ شايفين الضرة؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. وزق ونظيف زي ما انتم شايفين حضراتكم، زي ما احنا قلنا لحضراتكم، وراها ذكر وانتايا من الحلوين والله، وهي نعجة ما شاء الله كلها بركة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. النعجة دي يا جماعة يعني إن شاء الله السعر النهاردة حينال إعجاب حضراتكم بما يرضي الله تعالى. إحنا قبل ما نقول السعر حنقول العنوان يا جماعة، العنوان محافظة الصهاج مركز المنشاء، محافظة الصهاج مركز المنشاء. ما تنساش إنك أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول رأيك بما يرضي الله تعالى، تقول رأيك في السعر وتقول رأيك في العرض بما يرضي الله، بسم الله ما شاء الله. طيب فجئنا يا أبو محمود، نقولوا 14 يا جماعة؟ لا والله، ولا حتى 13. النعجة دي يا جماعة ب 12300 جنيه، ب 12300 جنيه. إيه يا أبو محمود؟ أيوة والله، وربنا مرضينا بخير كثير والحمد لله رب العالمين، وربنا يبارك لصاحب النصيب. النعجة دي ب 12300 جنيه بس يا جماعة، اللي حيجي يتفرج على النعجة عجبته وعد فلوساته والله يستر عليه. وراها ذكر وانتايا، والنعجة قافلة، ونعجة ما شاء الله تبارك الله بالنسبة لللبن، بسم الله ما شاء الله. وادي عيالها قدامكم عياكلوا حاجة نظيفة، وراها ذكر وانتايا، وسامحونا في الضوء ده بس. العنوان محافظة الصهاج مركز المنشأ، رقم التليفون 011-51-54-80. نقوله تاني 011-51-50-44-80. العنوان محافظة الصهاج مركز المنشأ. تفرج يا باشا وشوف حاجتك بما يرضي الله تعالى. نعجة من الحلوين، نعجة من الحلوين ب 12000 أقدمها لكم النهاردة، و 300 جنيه، وراها ذكر وانتايا كبار عياكلوا عياكلوا. وقسمها براحتك، قسمها براحتك. اقعد كده يا باشا وقسمها، قول دولة عيالها بكام وهي بكام وبراحتك خالص. وطبعا العرض ده احنا مقدمينه لحبايبنا، وربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. أهم حاجة اللي ياخد مننا حاجة يا جماعة، دعانا بصلاح البال إن شاء الله رب العالمين، وربنا يكرمنا ويكرمكم بالحلال يا رب.
وراها ذكر وانتهى بسم الله ما شاء الله بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النعجة قافلة، قافلة على الأول، يعني اللي تحتيها ده يا جماعة الولدة الثالثة، تمام؟ ومقدمينها ليكم النهاردة ب 12300 جنيه، ب 12300 جنيه، وراها ذكر وانتهى اللي انت شايفهم دول قدامك. ايوه، عند ابو محمود الاسعار ده يا جماعة، عندنا احنا الاسعار ده وبما يرضي الله تعالى. ما تنساش انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول رأيك بما يرضي الله تعالى. اذا كنت شايف العرض غالي قول يا ابو محمود والله غالي، شايفه رخيص قول يا ابو محمود الله يديك العافية وتعرف تشتري. وبارك الله فيكم على الكلام الطيب، وكل واحد هيكتب كلمة على القناة جزاها الله كل خير يا جماعة، وربنا يرزقنا ويرزقكم بالحلال إن شاء الله. ربنا يبارك في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.